أعزائي المتابعين، لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناة ورن الجرس ليصلكم كل جديد. والآن نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم في قناة روائع وإبداع دهبك. النهاردة يا جماعة هنعمل فكرة رائعة وجميلة وممكن نعتبرها عظيمة. كتير مننا يا جماعة بنبقى مثلا، يمكن حصلت لنا فعلا، واحد في مستشفى مع أهله، متحاش قصدي في المستشفى، فمحتاجين كتل مثلا يعملوا عليه بيض، يسلقوا عليه بيض، أو يعملوا مثلا بطاطس مهروسة مسلوقة، أو جزر، أو أي حاجة مسلوقة. طبعا الكتل اللي زي ده كده بيفصل، احط فيه البيض هيفصل. طبعا ده ما ينفعش كل شويه اسيبه لما يبرد واروح مشغله مره تانيه، ده كده ما ينفعش. فاحنا هنعمل وسيله بحيث يشتغل على طول ويثبت على درجه حراره معينه. من المعروف يا جماعه ان درجه الحراره بتاعت غليان الميه هي 100 درجه، فاحنا هنركب عنصر يفصل بعد 100 درجة. بمعنى أول ما المية اللي جوه توصل ل 100 درجة حرارية تفصل الكتل ويستريح الكتل ويبرد لحد ما تنزل درجة الحرارة أقل من 100، يروح شغال تاني. طبعا علشان نسلق البيض عايزين تفضل مستمر وشغالة. طيب ايه الفكرة دي هنعملها ازاي؟ هنفك كده يا جماعة، وهنفك الجهاز ده المسمار دوك. طبعا احنا عايزينها تشتغل على طول وتفصل وتثبت عند درجة 100 على طول. هنعمل كده يا جماعة بحركة بسيطة ان شاء الله هنعملها اهو. افك اليد دي وارجع لكم. من المعروف يا جماعة لما بتسخن المية من هنا بتعدي من الفتحة دي كده اهو كده، هنا اهو كده، وبتوصل للمفتاح دوك اللي هو بيفصل الباور عن الكتل، يفصل الباور عن الكتل كده يا جماعة، فيفصل الحرارة وتفصل الكتل اهو كده. البخار لما بيوصل هنا يا جماعة عن طريق الفتحة دي كده بيوصل للقطعة دي، فالقطعة دي تروح دايسة كده تروح فاصلة المفتاح. بس محتاجة عشان نرجع نشغله تاني لازم ندوس على المفتاح تاني كده، فكده ما ينفعش، احنا عايزينه يشتغل على طول. طيب العملية دي نعملها ازاي؟ هنخلع المفتاح ده يا جماعة اهو كده، خلعنا المفتاح خالص اهو كده يا جماعة، كده خلعنا المفتاح، وهنعمل حاجة بديلة اهي كده، حاجة زي دي كده، ده اوفرلود. اوفرلود 100 درجة. يعني ايه 100 درجة؟ يعني الطرفين دولك ده وده واصلين مع بعض، واول ما تحس بال 100 درجة تروح فاصلة الكتل، وهكذا تبرد يا جماعة تروح راجعة تاني. أول ما تبرد يا جماعة تروح راجعة موصلة تاني وتشغل الكتل وتسخن. وطبعا أكيد هنسيبه فترة كده مثلا ربع ساعة، 10 دقايق، نص ساعة، يشغل على طول، شغال ويفصل، يبرد ويشغل. طبعا في ناس تقول لك لو سيبناه هيسيح البلاستيك ده. يا جماعة البلاستيك ده مش هيسيح، لأن البلاستيك ده ليه درجة حرارة بأعلى من درجة الغليان عشان يستحمل غليان المية، فاحنا مش هنعليه اعلى من كده بكتير، احنا هنخليه ثابت على الدرجة اللي هي ما تخليش البلاستيك دوك يبوظ او ترتفع حرارته ويسيح. نعمل ايه بقى يا جماعة؟ زي ما احنا شايفين كده هنجيب الجو ده كده، والاطراف اهي يا جماعة، الاطراف دي كده اطراف المفتاح، عندنا طرفين، بدل ما كنا حاطينهم هنا هنحطهم بالطريقة دي كده،
اهو كده يا جماعة، ونخليهم في مواجهة اهو كده، ونعديهم بالطريقة دي كده يا جماعة، ونثبتهم كده اهو اهو، ونخليهم كده في مواجهة اهو، في مواجهة البخار اللي هيدخل من هنا، وبالتالي هيأثر عليها وتخليها تفصل بعد فترة. بعد كده لو حبينا نحط بقى المفتاح كده اهو عشان نقفل عليه، طبعا انا هسيبه كده عشان اوريها لكم اثناء التجربة ان هي راكبة، بس بقى بعد كده ممكن نجيب دي كده ونلحمها بامير مثلا بالشكل ده، بس انا ايه هسيبها كده اهو كده اهو، او نركب دي او نسيبها عشان برضو تكتم الحرارة عشان ايه تبان يعني تأثر درجة البخار يأثر بدل ما يطلع من فوق كده وما يتفصلش. اه يا جماعة ممكن نديها نقطة امير بعد كده، نثبت كده بقى يا جماعة وان شاء الله ونجرب اهو. هي باينة واقعة اهي كمان، انا هبقى اعملها بحتة حاجة كده عشان تكتمها اثناء التجربة. ونركبه بقى يا جماعة، ونروح نجيب الحاجة دي، نجيب البيض وبطاطس مثلا او اي حاجة نسلقها، ونشوف كده مع بعض التجربة اهو يا جماعة. هنجربه كده عشان نشوفه شغال ولا لا. وادي السيريال اهي، بسم الله اهو يا جماعة كده شغال. طبعا كده مش هيفصل بالطريقة دي كده، ما نحط له بقى نحط الخضروات او البيض والمية. ودلوقتي يا جماعة هنجرب بقى ونحط الفول في الكتل زي ما احنا شايفين. مفتاحه اهو سايب زي ما احنا شايفين، محطوطة فيه الترموستات اللي هتثبته على درجة حرارة 100. وجبنا الفول بليناه حوالي 8 ساعات مثلا، وهنشوف ايه اللي هيحصل. واحط الفول وارجع لكم تاني. حطينا يا جماعة خلاص الفول اهو، وهنسيبه بقى يشتغل مع حوالي ربع كيلو، حوالي ربع كيلو فول، وغطيناه بالمية فوقيه بشوية كده اهو، وهنحطه كده ونسيبه اقعد بقى جنب التلفزيون في اثناء في رمضان مثلا وراقبه. اقعد مثلا عشان تعرفين الفول المدمس بياخد وقت شويه، بس من فتره لفتره اراقبه واشوفه لو محتاج ميه اديله ميه، وهكذا ابقى صاحي وهو موجود عشان برضه ما تحرقش منه. الكلام ده حتى هيكون على البوتاجاز، يعني انا لو حطيت فول مش هسيبه وانام، لان طبعا غلط، لان ممكن الميه تنشف او تحرق او انا انسى. فانا هسيبه على يعني ما اكون مثلا بعمل لست البيت مثلا بتكون بتعمل حاجه في المطبخ، يعني هي شغاله في المطبخ بتطبخ حاجه تانية، ده هتولع هتشغل عليه الكهرباء ويشتغل ويشتغل وهي موجوده، وتراقبه من وقت للتاني، تدخل تتفرج على حاجه، تصلي وترجع مثلا لو بتصلي السنه تصلي العشاء، يعني كل مثلا ايه نص ساعه تروح تشوفه. طبعا احسن من المفتاح، لان المفتاح كل دقيقتين هيفصل، ده مش هيفصل خالص غير لما الحراره توصل لدرجه 100، يروح ايه واقف على ال 100 درجه على طول، ويثبت الكاتل على ال 100 درجه درجه غليانه الماء لحد طبعا اما احس ان الفول استوى اروح خلاص مطفيه عليه. طبعا دي وسيله جميله ورائعه، زي ما تحطه على البوتاجاز هتراقبيه برضه، ده هتراقبيه خوفا من جفاف الميه او يكون هو محتاج ميه وتحرق مني. ف نحط له بقى الفيشه ونشغله ونسيبه فوق. حطينا له بقى يا جماعه الفيشه وشغاله اهو، وادي الساعه، الساعه فوق اهي حوالي، بصوا يا جماعه حوالي 8 داخله على 8 الا تلت. نشوف بقى، انا ما اعرفش الحته دي، انا مش بتاع فول، بس انا اعرف ان هو الفول ناشف شويه بياخد وقت، ممكن ياخد ساعتين ثلاثه على حسب ما حطيته في الميه يتبل، بس طبعا ما بيقولوش خالص عشان كده يبقى فول نابت اهو. ونسيبه بقى يشتغل مع نفسه ويفصل، طبعا هيفضل كده شغال
لسه الماء ما غليتش فهياخد وقت في الاول. بعد كده اما الماء تسخن كل ما الحراره تنزل عن 100 درجه يروح شغال تاني، يوصل لل 100 درجه يفصل، وهكذا تتكرر العمليه. وطبعا ما تخافش على البلاستيك، البلاستيك ده او الماده اللي بتعمل منها البلاستيك ده غير البلاستيك الطري اللي هو ما بيتحملش درجه الحراره بسيطه، لا ده مصنوع من مواد بلاستيك وحاجات تانية تديه صلابة ويستحمل درجة الحرارة، هو مصمم عشان كده عشان الكتل. بس غلط يا جماعة ان انا شغاله دايركت، شغاله دايركت يعني معناها يوصل لدرجة حرارة كبيرة قوي ممكن تؤدي ان البلاستيك ده يسيح لان درجة حرارته هتكون اعلى، اما 100 درجة فده بيستحمل 100 درجة ونسيبه كده لما يفصل والمية تغلي. انا حاسس كده يا جماعة ان المية بتفور وبدأت تغلي، بصوا والدخان طلع اهو، يعني زي ما احنا شايفين الدخان اهو يا جماعة، يعني هو يعني ما خدش كام دقيقة اهو، يعني دلوقتي الا تلت هنسيبه بقى ايه اهو فصل اهو يا جماعة، غلي وفصل، هيفضل بقى يشتغل، يفضل شغال كده كده النار شغالة اهو او طافي دلوقتي. يعني طبعا زي ما قلت الفول بياخد حوالي 6 ساعات او اقل عشان ما يبقاش زي الفول الايه النابت، وبعد كده عشان كمان يساعد في السوى ما ياخدش وقت. دلوقتي وطفى، نسيبه بقى يكمل لحد ما يفتح تاني، بعد ما يبرد هيفتح ويشتغل تاني. لسه يا جماعه ما فتحش، بس اهو يا دوب بعد دقيقتين وهيبتدي يبرد يروح شغال تاني، وهكذا لحد ما ايه الفول يستوي وانا قاعد مطمن. بس انا راقب كمية المية اللي مع الفول من وقت للتاني او اكون جنبيه برضه للامان، للامان اكتر. اهو يا جماعة اشتغل تاني اهو، بعد برضه قعد يمكن 5 دقايق واشتغل تاني وفصل، يعني امان يا جماعة اهو امان، ويفضل يشتغل كده ويريح حوالي 5 دقايق لحد ما يسوي الفول. يعني ممكن حتى تقعد يعني تقعد ساعة بين بصة وبصة على حسب كمية الماية، ونكمل بقى فيه بقى لحد ما يتعمل وهورهولكم بإذن الله. بعد ساعة الا تلت يا جماعة زي ما احنا شايفين كده اهو، هنشوف كده وصل لايه الفول اهو. اهو كده يا جماعة، بص الفول اهو، بص اتعمل ازاي اهو، بص يا جماعة اهو استوى ازاي اهو. بس طبعا انا غلطت غلطه لان انا مش بتاع فول، ان انا بليت الفول اكتر من اللازم، انا خليته من بالليل يعني حوالي 12 ساعه للاسف، يعني طري اكتر من اللازم، او الفوله بقت عامله زي الفول النابت. طبعا الفول النابت حاجه والفول المدمس حاجه، فما نخليهوش يعني بالكثير يعني 3 4 ساعات بالكثير عشان ما يتحولش الفول مدمس. المهم الفول اهو استوى رغم ان هو جامد شويه. ارجو بقى ان تكون دي فكره كويسه لعمل الفول المدمس في شهر، خصوصا في شهر رمضان، نحط الفول عليه شويه عدس مثلا او رز، وان شاء الله يطلع فول كويس، ونراقبه من وقت للتاني. ولو في ميه كتيره مفيش خطوره يا جماعه، لانه ما بيوصلش، وهو زي ما احنا شايفين مفيش حتى ميه على البلاستيك، ولا البلاستيك اتأثر ولا خوف عليه. وهو اشتغل تاني اهو، عمال يشتغل ويفصل لحد ما هيبقى عندنا فول 100 100. ارجو ان اكون قلت حاجه مفيده، وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.